أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع السادس من مادة التربية الإسلامية الوحدة الأولى، وهي بعنوان وليتم نعمته عليكم. قبل أن أبدأ لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذه الحصة. إذن الأهداف: أن تصمم مشروعاً يتوافق مع المعايير للموضوع المطروح، والموضوع سأقوم بتفصيله الآن مع ذكر ما هي المعايير المحددة. موضوعات الوحدة هي سورة الملك، السنة النبوية الشريفة، الإيمان بالملائكة الكرام، التلاوة والتجويد، الوضوء أركانه وسننه، ونعمة الماء. سيكون المشروع المطلوب وفق هذه الموضوعات المطروحة إحدى الخيارين الآتيين: إما أن تعد كتيباً صغيراً ترشد فيه أصدقائك إلى كيفية الوضوء، أو تصميم لوحة حائط تبين فيها أهمية الماء ومصادره المتعددة على هذه الأرض. إذن الخيارين لك إحداهما، وسيكون العمل في المشروع في الصف على أن تعد المواد والأدوات الجاهزة قبل ذلك. عند تدقيق المشروع الخاص بك سيتم التركيز على المعايير المرفقة أمامك، فمثلاً جمع المعلومات والمصادر. سأقوم بالتركيز: 1 أقل نقطة، و5 هي أعلى نقطة. جمع المعلومات والمصادر: هل كانت المصادر والمعلومات محدودة وغير مناسبة، أم كانت محدودة ومناسبة، محدودة أي قليلة؟ هل المعلومات متنوعة بشكل بسيط والمصادر جيدة؟ المعلومات متنوعة والمصادر جيدة، المعلومات متنوعة بشكل كبير والمصادر شاملة ومختلفة. أما التنظيم فسأركز عليه بأن يكون العمل غير واضح، أو التنظيم غير دقيق والأفكار متسلسلة، التنظيم جيد، التنظيم جيد جدا، أم التنظيم دقيق والعرض يبرز وعيا ظاهرا. كما أني سأقوم بالتركيز على المحتوى. المحتوى أي المادة التي ضمها مشروعك، هل تنم عن فهم للموضوع، أم أنه يفتقر للأمثلة، أم أنه يعرض تفاصيل لكنها غير كافية، أم أنه يعرض تفاصيل جوهرية وأمثلة داعمة، أم أن الفهم بارز للموضوع والتفاصيل والأمثلة واضحة ومبينة ومدعمة بالأمثلة الواقعية. كما سأركز أيضاً على أسلوب العرض، فسيكون عرضك للعمل بأسلوب يفتقر للإبداع، أم بأسلوب يظهر فيه إبداع ولكنه محدود، أو يظهر إبداع جيد، أو يظهر فيه إبداع جيد جداً، أو أنك تعرض موضوعك بطرق مبتكرة وأصيلة. أما الربط بسمات متعلم البكالوريا، وهذا بأن تربط موضوعك بسمات متعلم البكالوريا التي تحدثنا عنها سابقاً، أن تكون مسؤولاً، مفكراً، منظماً إلى غير ذلك من ما ذكرناه في الصف. أن تربط موضوعك بسمات متعلم البكالوريا، أن تربطه بشكل جيد مع إعطاء أمثلة، أن تربط موضوعك بسمات متعلم البكالوريا بشكل جيد وتدعم بأمثلة، أن تربط موضوعك بسمات متعلم البكالوريا بأمثلة كبيرة وشكل فاعل. الالتزام: طبعاً من يلتزم بالوقت المحدد يختلف عن من لا يلتزم، فيلتزم بالمواعيد والتعليمات بشكل محدود، أم يلتزم بالمواعيد والتعليمات بشكل جيد، أم بشكل جيد جداً، أم تلتزم بالمواعيد وتبدي جدية والتزام في كافة التعليمات، سواء في المحتوى أو التنظيم أو أسلوب العرض أو التقديم في الوقت المحدد. لا تنسى عزيزي الطالب الرجوع إلى المنصة التعليمية والاستفادة من المصادر التي وضعتها لك في صفحة المشروع، وقد خصصت صفحتين، واحدة للإعداد والثانية للعرض. أرجو الالتزام بالمعايير التي قمت بشرحها، وأرجو الالتزام بالوقت
المحدد. طابت أوقاتكم وأراكم في دروس قادمة. إلى اللقاء.